قناة الدراما المغربية. لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائما. واليوم الجمعة الوالدة عرض علي أنا والمدام مش دانا واحد الكسعة ديال الكسكسو تاكل عليها صبيعاتك. مزيان فتي بصحة وراحة تهلا في الوالدة ما حدا مازال في حياتي معنا غير هي. إلا بغيتي تتغدى معايا مرحبا بك، راه ديما كتسول فيك. لا شكرا، مرة أخرى إن شاء الله. ويلا طلق راسك. كي على سلامتك. كيفاش عرفتيها؟ عرفتها وصافي. بغيتك تعشي معايا الليله الا جات على خاطرك. ما كرهتش، ولكن هاد الليله ما يمكنليش. اها ياك ماشي صاحب هذا. هذا سؤال ضيق ما كنبغيش لي يسول. سمحي لي وعدو ينجاوب الاسئله. سمحي لي. الله يسامح، ولكن شوف الا بغيت تكون صادق عمرك ما تبقى تسولني. هل حتى واحد من الاصدقاء ديالك ما عمرو كيسولك؟ دوك اللي كانوا ما بقاوش، حيت كان فيهم بزاف ديال الفطور. وعليها لالا من اليوم ما باقيش نزيد نسولك، ولكن يمكن لي نسولك كيف بقيتي واش اخبارك. كنهضرش على هاد النوع الاسئله. لا بغيتي يمكن لينا نتشافو غدا وقت ما بغيتي في البلاصه المعلومه. واخا وعليه، ولكن عندك تخلي نتسنى. عندي كلمه واحده، ما كنبغيش الاوامر. باي باي. ودريا صباح الخير. صباح الخير. صافا بخير؟ اش بغيتي عاوتاني؟ لا هانيه تقول الله الا بخير كاع. غير يلا شعلت واحد الجوان دابا ونتفكر واحد الحلمه في الشكال. باش حلمتي؟ بيك الله الا عرفتي حلمت بيك. حلمت راسي في واحد الغابه بوحديتي، عرفتي خوك مقطوع على حنين الله رحيم واحد الساعه وانتي تباني ليا وانا نبقى فيك. وانت عرفتي كاع
درتي ديك هكا هكا ونتي تنوضي مشيتي للصاك ديالك كيما هكا زعما داك تقولي راه مابقاش لك حويجاتك ولا شي حاجه راه نقول كاين اللي كاين نتي تحلي بحال هكايا طلعتي واحد الخمسين درهم تتقادي معايا ودرتي فيا قلتي ليا تكيس اخويا على القارة واني تكيس اخويا على القارة راه الفلوس ما كتحوش ليها من السما طاني ماشي بنك المغرب خلاص على خويا دري حتى انتيا اش جاتك بدات عليك لباس وصافي هانياتو مالكي ساكتة الا بغيتي تسوليني انا ما عندي مانع عزيز عليا البحر هنا فين كنجي نرتاح ملي كنكون مقلقة نسيم البحر وصوت الماج كيهدنوا ليا العصر شنو كدير انا موظف جو سوي شيف دو سيرفيس كنحاول نخدم المصلحة ديالي واخا الموظفين ماشي ديما مستعدين كنت سافا المهم انا كنخدم الادارة باخلاص واخا حتى الاداره ما فيها خير طار عليك كتبغي خدمتك انا بالعكس كنعطيها الكثير من وقتي ولكن ماشي حيت كنبغيها وشنو كتبغي الكتابه جي توجو ريفي دي تريكلينا كل واحد ملي كيكون شاب كيكون كيحلم هذا الشيء طبيعي ودابا ما بقيتيش كتحلم لا دابا مشاو الاحلام شكري جوست بور بليزير مزوج؟ لا ما كتبش وعلاش ما كتبش؟ حيت ما كتبش وانتي؟ سمحي لي نسيت بلي ما خصنيش نسولك ولكن خذ راحتك ما بغيتيش تجاوبي ما تجاوبيش بالنسبة لي الزواج ممنوع عرفتي شنو غندير دابا؟ غنضربها بشي جريه ولا خسر غادي يخلص هكا اوكي؟ كلكم بحال بحال كتسناو غير الوجبه يلا تعرفنا وجيتي تقيس فيا مالي انا مراتك خطيبتك مراه كيف ما كان خصكم تطمعوا فيها صدقه الا في سبيل الله ما عندكمش القاموس عجبك راسك تربحتي ياك وانا ما كنبغيش نخسر حياتي كلها انهزام واش انا ما عنديش الحق نربح غير شي مره وبغيتي تربحي هكذا بعنف وكراهيه ولا لا انت ربحتي ما ربحتش مرة ما ربحت ولا جد ربحت Thank you.
لماذا؟ الو سمحي لي هذا بسلت عليك غير بغيت نعرف وجهة وفاء. وفاء مازال ما جاتش من قبيله وانا كنحاول نتصل بها والبورتابل ديالها ما بغاش تشديها خفت تكون وقعت ليها شي حاجه فهاد الليل. وفاء ماشي دريه صغيره ما عندك علاش تخاف عليها. هي دائما ملي كتمشي عند صحابها ما كيسخاوش بها داكشي علاش كتعرف. عفاك قولي لها بلي راني اتصلت بها حيت كنت مشوش عليها سمحي ليا. على بنادم شحال ثقيل بغيت نعرف هاد اختك فين طاحت عليه. واه خمسه د المرات هو كيعيط تشوش عليها قال لك ما تشوش عليها غير اللي بغي لها الخير. شكون اللي غادي يبغي لها الخير اكثر من امها؟ شي واحد اللي كيبغيها وما كيستغلهاش. الله يحفظها وين جايه من شي بلا. بنتي ما محتاجاش شي حد اللي يبغيها من غيري انا. عمري ما نخلي بنتي تحت صباط شي راجل من غير السي عصام. الرجال كلهم ولاد الحرام. كل شيء ذكر في الصحيفه. الو اهلا بسي عزيز. وفاء اسمح لي الا فيقتك في 3 الصباح. الوالده قالت لي صدعتيها في التليفون. تشوشت عليك حيت طبلتي عرفتي شنو شفني بزاف الحال حيت تشوشتي عليا حيت عمر حتى شي واحد ما تشوش عليا. كيفاش ما تشوفش عليك وانا بالي ديما معاك نهار ومطر؟ ما يمكنلكش تصوري شحال انا محتاج لك. الدنيا كلها كتبان لي خاويه بلا بيك. دابا غنخليك تنعس خصك ترتاح باش تكون موفق من الخدمه ديالك. حتى انا خصني نعس. وفاء بغيت نقولك شي حاجه مهمه بزاف. خصك تعرفي بلي نوضي حيدي خليني نجلس. شكون هاد عزيز اللي ولا كل ساعة معيط؟ صديق. صديق؟ واش كيدير؟ موظف. موظف؟ أويلي وحدي راه ما كاين ما في اسم الموظف. ماشي غير موظف، كاتب، كيكتب قصص. عندها كتمشي تعاودي ليه قصتك؟ ما فهمتش. عرفتي مزيانة شنو بغيت نقول؟ ما عارفة والو وكنتسناك تفسري لي. هاد عزيز ما عندك ما تكجدري به بحال والو غادي يخرج عليك ويلا مشى السي عصام تساق الخبر هزك الماء. الوالده ما شتيش الزوان ديال الفريخ ديالي من الصباح وانا كنقلب عليه ما لقيتيش وقتاش تسولني ما كتشوفنيش مشغوله مع اختك. او شغوله مالكي مؤتمر قمه عربيه قوت الناب وبلا فايده وانا الطوير ديالي مسكين ما يعيش ولا حيت ما خدامش ديما حاكرين عليا في هاد الدار هاديك. سير بعد مني درك عليا كمرتك هالمسخوط. او غاديك اقيلي عليك الدريه. عقلي عليها فين تجيك شي نهار نشوه بيك في الحومه هادي غادي نصبح مسويسي ديالك في هالدار هادي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تقوليش زعما راه مبواق ولا شي حاجه راني عايق وفايق وغير ضارب الطماطم وصاقل. سير بعد مني اعطيني اتساع نترزا فيك وتجيني اخبارك. وفاء انا امك ومن الواجب عليا نحل لك عينك الا تسدو وما محتاجاش نقول لك ما كاينش اللي غادي يتهلا فيك اكثر من السي عصام وكتعرفي يدو طويله وبلا بيه كون راك انت ربنا خلقتنا وحتى حنا معاك ما عندك لا ديبلوم لا صنعه وما كتسناي ورد. الواقع هو هذا بنيتي بغيتي ولا كرهتي عندك تضيعي هادشي كله بسبب موظف دلويل. Thank you.
الو صباح الخير يا غزاله. كنت ناعسه. 12 ونص هادي انتي مازال ناعسه. سهرت البارح. الا بقيتي هكذا على السير غادي تهلكي صحتك. غير صحتي اللي كنهلك ماشي صحتك انت. بالنسبه ليا صحتك اهم من صحتي. عزيز انت ولد الناس وقلبك قدو قداش. عرفتي شنو عجبني بزاف الحال نفخ هكذا. وفاء بغيت نشوفك. ما غادي مكليش. لازم خاصني نشوفك. حسن بلاش عزيز. محتاج نهضر معك. لا والله ما نقدر. إذن أنا اللي غادي نجي عندك. هادي هي اللي ما عمري ما نسمح لك ديرها. أنا اللي غادي نجي عندك. باي. منين مساومتي أنا؟ شاعر ياك؟ ماشي شاعر، كاتب. بعدا راه مربوط فيك ربطة زغبية. اش كتخربقي؟ راه غير صديق. ما تخافيش ما غنقولها لحد. هاي 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 كل شبل الهبل فين انا؟ ودي في لعبك وتريوك سيلين. هاي 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 الله تا خسرتي ولي تيت نقر هاشي دابا هارا خسك تعود لو دول يا وزيد اللي كنت دريا صغيرة كنت نحما قلبته كنت تلميذة مجتهدة وكنت عطاتني الفرصة كون وصلت حتى الكلية ولكن الحياة ما كتخلي ليكش اختيار. وعلاش ما كملتيش قرايتك؟ عاود رجعنا للأسئلة. ياك محتاج هذا سؤال ضيق. أنا اللي عندي سؤال. شنو داكشي المهم اللي كنتي بغيتي تقولي قبيلة؟ علاش خاصك تمشي؟ ما سخيتش بيك. ما يمكنليش نبقى عندي شغل. شغل؟ فهاد الليل؟ ما تسولنيش عافاك. وزيدون واخا ما يكون عندي ما يدار ما يمكنليش نبقى. وعلاش؟ ما كنبغيش نزرب. كنخاف نطيح ونتوعد. خصني الوقت باش نفكر. سنين نوصلك غير ارتاح خلاني كنعرف الطريقة. الو نعم سي عيسى. لا لا البورطال خدام. لا ما كنتش طافيه. واخا سي عيسى ماني جايه. جمالي مساء الخير يا سيدي. مساء الخير يا ليلى. تبارك الله عليك السي عيسى. الله يبارك فيك.
غادي تسمحوا لي واحد المكالمة مهمة نسيتها. وفاء، مازال عاقل على داك المشكل اللي عندي في الوزارة؟ داك المشكل ديال لا ليسانس دالبوطاسيون هذاك؟ ايوا لالا، سي جمالي غادي يحل داك المشكل. وهذا خبر زوين السي عيسى. ايوا على داك الشيء نحتاجك يا حبيبة. راك عارف نقلك تعاون عليا، اش خصني ندير؟ بغيتك تهلا فيا بحالك كتهلا فيا. الخدمة عندي ما فيها راحة، داكشي اللي كنا كنقولو. غادي تسمحوا لي خصني نمشي، عندي واحد السلعة ديالي حاصلة في المسرح. إيوا هي حتى أنا خصني نمشي بحال. لا 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 لا، خليك جالس، هادي راهي دارك بغيتي ولا كرهتي، ويزيدون حشو ما نخليو لالا وفاء وحديها، خليكم نساء. سي عيسان، في مشكل عندك اتصل بيا. سي جمال كاسك خاوي. خاوي سي عصام سلمتو، عندو ذوق رقيق. وانتي ما عندي ما نتسالك، قولي رغزالة، انتي مرا بعقلك ياك؟ ما نحتاجش نوصيك باللي حتى حد ما خصو يساق لنا الخبار. سرنا يبقى هنا، ويلا انا غلطت وانتي ما كنتيش مرا بعقلك راه ما تلومي الا راسك. تفهمنا؟ إلى اللقاء إن شاء الله. ما كانش النمرة غلط ياك؟ علاش ما بغيتيش تجاوبيني في التليفون؟ ما كانش ممكن نهضر معاك. سربعة والتاني ماشي شغلك. عندك الحق، ماشي شغلي وما خصني نطرح حتى سؤال. وعلي، ولكن شوفي، ممكن نكون حمق، ولكن نيتي حسنة. وفاء، خليني نبغيك. على الأقل أعطيني فرصة. رجال كلكم بحال بحال. لا ماشي كلشي، بغيت غير نعرف مناش خايفه. بغيتك تعطيني اتساع، بغيتكم تفارقوا مني. وتفارقوا مني يا عباد الله، ما طلب منك والو. بلي ما طلبتي مني والو، بغيتك تثقي فيا كيف ما ثقتي فيا اليوم من جيتي لانجلترا. البشر يمكن له يغلط. وفاء، ساعديني ساعديني باش نكتب هاد القصه اللي بدات بيناتنا. حمضيه حمر، حتى شي حاجه ما بدات بيناتنا. Thank you.
هادشي واقع لك؟ فيق ما كتشوفش بلي تيعطيك حبك على الكلبة ديال الزنقة كلهم بحال بحال؟ حميد هو اللي عنده الحق، هادشي عمره ما كان. فيق من القلبة الحمار وفاء عمرها ما كانت، عمرها ما كانت. وبكيتي فيا بيني وبينك باش الباترون يخليني نخدم خاص الكليان يكون فيا. هادي شي كاس على حسابي باش نوقع لك حتى مشكل مع الباترون. لا 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 خاصني الناس انا نمشي نسمع. انت بلا شك مغروم شي وحده حصلتيها مع شي حد. انت شوت انا دست من تما والراجل اللي وعدني بكل شيء وخدا لي كل شيء. خدا لي الحب والسعادة والشباب وما خلى لي حتى حاجة. شفتي نتيجة الحب فين تتوصل؟ شفتي دوك البنات كلهم ضحية الحب والرجال اللي غرام. تشبات غريق بغريقة هدية ديالنا اللي لك الله يجيب كيسان. تش خليك بوحدك عزيتي عليا كتسكن بوحدك؟ انا ديما بوحدي هذه 45 سنه وانا بوحدي. نمشي معك؟
تبقاي هكذا حتى تموتي. الا وقفت نتوما كلكم اللي غيتموتوا بالجوع. حتى شي واحد ما غيموت بالجوع. رحمي راسك وفاء، جا الوقت اللي تفكري فيه شويه في راسك. هي الوحيده اللي كتفكري فيها في هاد الدار. كاين حتى الشاعر ديالك. شي شاعر كاتشي زيدون اكثر من شهرين ما عندي خبر عليه. عيطي لي. الو. اهلا با عزيز، قول لي شادير هاد الليله؟ قلتيني خدام في الكتاب ديالي. ابارك ما تبين لنا بانك خدام اكثر من عباد الله. تمشي معنا لان واحد الكليسه عند زهير. ما كرهتش، ولكن عندي شي افكار خصني لازم نحطها نوبه اخرى ان شاء الله. صحة وراحة. أجي شنو غتقول لمراتك؟ مشات تبات عند ما في الرباط. داكشي علاش محيح؟ يا سيدي بروفيتي مع راسك. أري سيري. ألو. اسمح لي ركالت. الو الو دار البيضاء، دوز لي الحاج الحسن. شوف اسيدي ركالت، هادي ماشي النمره ديال الحاج الحسن. على هذا ماشي الكراج ديال الحاج الحسن ميكانيسيان. هذا الكوميساريه سنترال اسيدي. ما كاين مشكل، عني بس لك. شوف اسيدي، ما كاين لا حاج ولا كراج، وما خليتنيش نخدم. سالو، ياك ما بطرت لسانك؟ لا كنسمك لك. وقيلا ما فيك ما يهضر معايا. ها؟ وقيلا ما فيك ما يهضر معايا. لا بالعكس، انا لاباس. وانتي؟ توحشتك، بغيت نشوفك. فينك؟ لتحت في الطوموبيل. اش كتسني باش تلاي؟ تحل لي الباب. يمكن لي ندخل؟ وفاء
كنبيع وشرع لا باس عليه، ولكن كانت فيه واحد البليه كان كيقمر. واحد النهار انا مازال عقل عليه بحال اليوم، كان نهار عيد ميلاد ديالي، حياتنا تقلبت في دقيقه. لاباس بوليس بوليس وكان القبض على راجلك، وكيل الملك بغى يشوفك. وليش بغى يشوفني؟ راجلك فرق شيكات بدون رصيد. انا مزوقه فيك اسيدي، نخلصهم للمال. شفت ما يخلص 120 مليون نبيع كل ما كان بصير باش نخلص الدور غير ما يمشيش الناس. شوف هادشي ماشي سوق، انا جيت غير باش نجيب لك السلعه ديالك. انا مزوقه فيك اسيدي، عندي 3 ديال الدراري فين غادي نمشي بيهم؟ شكون غادي يقبل عليا؟ الله يا ربي الله ترزيت، الله يا ربي الله. الوليدة بعد كل شيء، الدار، الفراش، ذهبها، لبيسها، كاع اللي يمكن ليها تباع باعتها، خينا على الضص. ورغم هادشي كله الوليد مشى للحبس وطلق الوليدة، لقات راسها بوحدها وبثلاثة دراري صغار. الوالدة ما عرفات فين تمشي، ما رضاتش ترجع عند عائلتها، تلقاو ثلاثة الأولاد. داتنا عند واحد المرأة اللي كانت كتجي تعاونها في الدار، كرات لنا واحد البيت في السطاح ودبرات الوالدة على خدمة. الوليدة كانت كتدمر بحال شي خادم، جوج فرانك في السيمانة اللي كانت كتفرق مع مولات البيت، والباقي يلاه كيكفينا باش ما نموتوش بالجوع. ما كانش غير الفقر والجوع، you
infiltrated by an enemy trying to paint me red. I discovered the true essence of a Vicky Lou. Quick to mob when I to 70-2. It was a setup, I figured, but you was designated to get me wet up by niggas with triggers nickel faded. I was grinding, but reminded. خديت خوتي مديهم وهربت في هذاك الليل بلا ما نعرف راسي فين غاديه. في ديك الساعه حسيت بالمسؤوليه وعرفت بلي انا اللي خصني نحضن خوتي وعائلتي. والوالده فين كانت؟ ما كانتش هذيك الليله، ولات كتعطل في الليل. واحد النهار فهمت بلي ولات كتخرج للزنقه، حتى تعرفت مع السي عصام، واحد الراجل لاباس عليه. في الاول كانت كتخدم عنده في الدار، واحد النهار طاحت معاه. السي عصام يدو طويله وما بين الشمس وضحاها ولينا ساكنين في واحد لابارتمون من الاملاك ديالو. وهو كان كيجي عندنا نوبه نوبه باش يقصر. الوالده كانت كتستقبلو بحال شي ملك. قول لهم جيبوا شي دالي كراسون. وفاء وفاء سلمي على السي عصام. ويلي بخير اسيدي. بخير لاله. مرحبا بك. الله يبارك فيك. جيبي لنا شويه ديال الثلج. الدريه فات تبارك الله، ولات مراه على حقها وطريقها. بيني وبينك نخاف تطيح بين يدي سي سلقوط ويتكرفس عليها وهي ماشي ديال التكرفيس. داكشي مناش خايفه السي عصام، هبط عليا وقتاش جا شي ولد الناس اللي يديها ويتهلا فيها. وشكون اللي غيتهلا فيها احسن مني؟ ما كاينش اللي غادي يتهلا فيها احسن منك. عرض عليا عندو الدار، تعامل معايا مزيان في الأول، وفاء انا محتاج لك، ما نكريش نصور حياتي بلا ذكاء. حتى انا محتاجه لك يا عزيز، ولكن ما عندي ما ندير. حصلت فرطه وما عرف كيف نخرج منها. يمكن لك تخرجي منها، خاصك غير تبغي. واش انا كرهت؟ ولكن سي عصام عمره ما يفرقني، كيعتبرني ملكيه ديالو. علاش حنا عايشين في الغابه؟ كاين قوانين في هاد البلاد. سي عصام فوق من القانون، ناس مهمين للبلاد كلهم صحابه. هادشي راه ما بقاش هادي شحال. عزيز انت باقي نيا، تمنيت يكون عندك الحق وانا نكون غلطه. انا اللي عندي الحق، ثقي بيا. وفاء كان بغيك وما نخلي حتى واحد ياذيك. دابا تشوفي حياتك كلها غادي تطلع. فين كنتي غابره من نهار الجمعه؟ مشيت نرتاح عند واحد صاحبتي. هي دابا انا كرضع صبعي، كنتي مع داك الموظف دلويل. هادشي ماشي شغلك. هذاك هو شغلي، البورطابل ديالك كان دائما طافي. تخلعت عليك انا امك، ومن حقي نخاف عليك. من امتى وليتي كتخافي عليا؟ من امتى؟ ملي كنت كندخل للدار سكرانه في الخمسه الصباح ما كنتيش كتخافي عليا، حيت كنت كنجيب لك الفلوس. ودابا عاد وليتي كتخافي؟ خايفه عليا ولا خايفه على الفلوس؟
لا بنيتي ماشي الفلوس اللي كيهموني. لا والله حتى الفلوس قالك الواليده ايوا قولي لو كونطرير خوا دريه شوفي واش كيدير فيا شي حد في هاد الدار هادي حيت ما كنجيبش للعاقه خوا دريه توحشتك هاد السيمانه هادي طلعت لعب شي 100 درهم الله يحفظك خليتيني مقطع سيد بعد مني عطيني التيسع ضرك عليا كمارتك سيد هو غادي دابا يتسوي سيد عليك ارتاحي سر الله يعطيك شي مصيبه وفاء ماشي الفلوس اللي كيهموني كتهمني انت وكيهمني مستقبلك اش من مستقبل غادي يكون عندك مع موظف كيما كتعرفيه انا امك وانا اللي عارفه فين كاينه مصلحتك ما كاينش اللي غادي يوفر لك داكشي اللي غادي يوفر لك الصعيصه شحال وحده كتمنى تكون في جنبه انت كتعرفي هادشي وشحال وحده باغا تاخذ بلاصتك انت عندك الزهر الصعيصه ما كتهمو حتى شي وحده من غيرك خليته اليوم حيت انا اللي ما بقيتش كنحملو ما تنكريش خير هادشي كله اللي انت فيه هو اللي عطاه لك عطاه لي والو بالعكس هو اللي خدا لي كلشي شبابي وحريتي وملي انت هكذا بقاي في بيتك حتى يرجع لك عقلك ولقاي شي سبه اللي ترضي السي عصام يومين هو كيحاول يتصل بك كان غادي يخرج له عقله سي جمالي كنعاود نشكرك على التدخل ديالك راهم عيطوا لي من الوزاره وقالوا لي بلي الدوسي ديالي راه تقبل خيرك راه عمري ما غادي ننساه والله يهديك السي عصام حنا ما بيناتناش هادشي وزيدو ما تنساش بلي حتى انت خيرك سابق عليا انت السي عصام انسان ذواق وبصراحه راني كنرتاح ملي كتعرضني عندك هنا للدار سي جمالي هاد الدار هادي راهي داركم انت اللي مضويها وحتى انت راجل ذواق بارك علينا متعمر الشوارج ديال هاد الحكومه اللي ديما كتوعد ولا عمرها وفات بوعدها انا اللي بصفتي برلماني عيت موضع اسئله شفويه على الوزراء اللي كيعنيهم الامر فيما يخص المشاكل الاساسيه كالصحه التعليم المعطلين حاملين الشهادات ولا عمرهم عطوني جواب واحد شافي وواضح وغير اليوم وضعت سؤال على الوزير فيما يخص الاخلاق اللي تدهورات واللي تكفسات واللي كتكفس يوم على يوم لان بصراحه ولينا كنتمتعوا بصوره مشوهه في الخارج بسبب الدعاره ايوا امتى هاد الحكومه غادي تاخذ الاجراءات اللازمه باش توضع حد لهاد المصيبه امتى شاد البنات حكتو ولا بحال جزرات فيما مشيتي كتلقاهم ما حتى واحد ما بحث على الاسباب الحقيقيه وحاول يعطي حلول هكا بقينا ولكن عندك يسحبك هاد البنات عايشين في السعاده لا حتى وحده فيهم ما كرهت تجوج وديرها ولكن شكون اللي غادي يفكر يتزوج بهاد النوع ديال البنات بيني وبينك عزيز واش كاين اللي غيرضي يتزوج بشي وحده اللي عباد الله كلها عرفتها ولكن الرجال كيعجبهم هاد البنات باش يقصروا ومن بعد كيلوحوا بحال شي كناكسه ولا لا انا بعدا ما عمري ما شفت شي راجل دا شي وحده بالسس او باختصار السي الفيلسوف ما عندي كاع علاش نعطف عليهم قول قبح الله الفقر قبح الله الفقر هادوك البنات اللي كيقفضوا على دراعهم وكيخدموا فاش ما كان ما نقولوش عليهم قبح الله الفقر ولا هادوك كيحشموا على اعراضهم وكرامتهم فوق كل شيء هي بالنسبه لك هاد البنات هادو غير بحال صرخ الزيت ما يمكن لك ترتفس عليهم او لا سي حميد يا اخي جو تروف سو ريزونمون ان بو سامبليست عاهره بالنسبه ليا انسانه قبل كل شيء وبحال اي انسان حتى هي عندها احساس طموحات واحلام حتى واحد ما عنده الحق يحكم على اي بشر بهذه الطريقه وشحال من زباله ولات جامعة سي حميد ديما كتهضر بحال شي فيلسوف والتفتيف ديالك مجهاد عليا المهم انت انسان حر اما انا الداخليه كتسناني كنوضتي فحالك لا تولي واكل العصا على قبل زفري بحالي هادي داركم شوف هادو راه على حسابك وفاء تبدلات تبدلات مخبي عليا شي حاجه كتعرفيني انا ما كنقبلش تخبى عليا شي حاجه تا
التصرفات ديالها ماشي هي هذيك. كتعرفي بلي وفاء ديالي وبلا بيا ما تسوى والو والو. خصني نعرف كل شيء ومن حقي نعرف كل شيء. انا وياك ما كنبغيو لا غير الخير وما عمرنا نقبل شي حد يديها لنا. سي عصام انت ماشي ديال المزاح. شي واحد تقبط بها ودوخلها راسها سميتو عزيز وموظف. موظف بتلتني انا موظف. ضحكت عليا انا اللي ما كاينش شي ولد مراه اللي يديرها بيا ومع من مع موظف مع الزبل اللي الاجره ديالو ما تكفينيش في السيجار ديال نهار واحد. حق ما تقول لها والو. غادي نبدا بداك الموظف ديال النم اللي جرأ يبهدلني ومن بعد زوجة فيك السي عصام اسمح ليها. عمري ما غنسمح لها. ضحكت عليا مشاتني في كرامتي خسات ودي خسات عاقب والعقاب غادي يكون صارم. وداك الساعة نسمح لها أو نسمح لهاش يدخل من التجدر ولكن حتى تعاقب باش تندم وتزيد تندم باش عمر الدين ديال بنتها ما تعاود. C'est Aziz, avant tout, sachez que malgré notre façon un peu différente de voir les choses, j'ai toujours apprécié en vous l'homme et le fonctionnaire. Je suis certain que vos collègues et moi-même regretterons le départ du meilleur élément de cette administration. Départ? Quel départ? Tenez, je viens de recevoir votre nomination. Félicitations, monsieur le délégué régional. Je vous remercie, monsieur le directeur. Ça, c'est une surprise. Mais il va falloir vous dépêcher. Vous avez 24 heures pour rejoindre votre poste à Oujda. Oujda? مالك خليتي الباب محلول؟ وفاء وفاء نصبوني في وجدها. كيفاش؟ لا ما يمكنش. هادشي اللي ما بغيتش تفهم ليها مشكل هو عطاوني 24 ساعة باش نلتحق بوجدها. بلاتي ما كنا هادشي من الخير. نمشي معاك لوجدها وتما نتزوجو تيك ما كيعرفنا حلاه. انت متأكدة؟ متأكدة وبزاف حيت معاك انت اللي بغيت نعيش. بغيت نمحي الماضي ونبدا حياتي من جديد وانت اللي عطيت ليا الامل في الحياة. وعائلتك؟ حياتي كلها وانا كنفكر غير فيهم. من اليوم بغيت نفكر في راسي هو الاول. وفاء فين غدا؟ غدا في حالي. واش شطيتي؟ والله انت ما خارجه من هنا. حتى واحد ما باقي من عليا داكشي بغيت ندير. كتسمعي؟ حتى واحد. حياتي كلها وانا مسلسله وكديروا بيا ما بغيتو. من اليوم ما بقيتش بغيت مازال نبيع راسي. كتسمعي؟ الو نعم سي عصام. علاش ما عيطتيش من البارح وانا كنتسناك تعيطي؟
كنت هي انا كنت على غير ديك اليوم. ودابا شنو كديري؟ انا باغي نشوفك. كنت غادي عند الكوافير سي عيسى. كوافير ومحتاجه له الجوج ديال الباليزات الكوافير. وفاء علاش كتكذبي عليا؟ حشوم عليك تكذبي عليا وفاء. وانت خذ الطوموبيل ديالها وتبعنا للدار. الو. الله يخليك دوزي لي يا وفاء. وفاء ما كايناش. فين مشات؟ سافرت مع خطيبها. خطيبها؟ خطيبها هو انا. نسى عليك بنتي، هي ما تصلح لكش وانت ما تصلح ليهاش. وقفي وقفي اسمعي، دخلي لبيتك وما تخرجي حتى نقول لك. يلا زيد اصبري اسمعي، فنو ذاك البورطون. شوفي دابا غنتسناوه حتى عيد، وكتعرفي شنو غتقولوا ياك؟ حلي عينيك، حلي عينيك لما نكون كنتكلم معاك، حلي عينيك والله حتى قلت لك وتخرج على عينيك دويش. يلا زيد الو. اي انا سمعي، وفاء هي معايا، وإلا سقطت عليها شي حد قول لهم راهي مسافرة. يا بنتي ما تخافيش، وفاء راهي بحال بنتي كتسمعي. المهم المشكل وهو في الشتا وزغت بزاف، ودابا كنحاول نفيقها باش ما تمشيش تموت مع داك الموظف البائس. صافي الله يهديك. صافي 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 يلا يلا. مازال كتفكري في داك الموظف البائس؟ لا عمرك لا تعاودي تفكري فيه او تتصلي به. سميتو محيها من مخك. نشوف شتي شنو عملتي له جاك؟ شتي؟ لا حول ولا قوة الا بالله، خرجتي لي عقلي، حرام عليك. شتي شتي شنو عملتي؟ علاش عملتي هكا؟ علاش علاش؟ ما تعاوديش هياك، ما تعاوديش. ها حبيبة قولي. عمرني ما نعاود.
الو. اسمح لي يمكن غلط. لا ما غلطش يا سي عزيز. شكون انت؟ شكون انا؟ على وفاء ما تكلمتلكش عليا. انا عاشقها، عاشقها الوحيد. شكون انت؟ الله يعين والدين بابك الكلب. اش هاد الهضره ديال الصلاك تاع سي عزيز؟ هدنا اعصابك، غندوز لك وفاء غتفسر لك كل شيء. الو وفاء، اش هادشي؟ شكون هاد الحمار اللي دوا معايا؟ اش كيدير معاك؟ عاشقي. عاشقك؟ من لسانك ثقيل. شربة عاود تاني؟ شربة. ومن بعد شغلك؟ انا حرة وندير اللي بغيت. وفاء شنو وقع لك؟ قولي لي شنو وقع لك. وقع لي والو. الحياة السي عزيز حياة. تبقاش تصل بيا ونساني عليك. انا ما نصلحش لك. كان مغي بزاف حريتي وهادشي انت ما يمكنلكش تفهمه. عفاك ساني عليك واسمع لي.
وفاء. No, 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 no.